يقول: رجل عنده عيش مر عليه الحول وهو تام النصاب، هل يخرج منه الزكاة علما أنه أعطى حقه يوم حصاده؟ إذا كان قد ادخر هذه الحبوب للاقتيات وزكاها عند الحصاد فإن هذا يكفي، ولو حال عليه الحول مرة ثانية ما دام أنه قد ادخرها للقوت والأكل منها، ولو مرت عليها سنين عديدة تكفي الزكاة الأولى. نعم، إنما الذي يزكى ما عرض للتجارة، كل ما حال عليه الحول الذي معد للتجارة وطلب الربح بثمنه هذا هو الذي يزكى كل ما حال عليه الحول. نعم.